تعليقا على أداء الأسواق العالمية ينضم إلي من عمان سركيس تشوبران وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي. سيد سركيس أهلا بك. الأسواق الأوروبية تعود من جديد إلى بعض الارتداد اليوم، وطبعا يعني في أعقاب موجة بيعية قوية كانت الأسوأ في السوق الأمريكي منذ 1987. هل ستعود الأسواق إلى حالة الهدوء برأيك أم أنها ستعود للاضطراب والتراجعات الحادة من جديد؟ حتى هذه اللحظة كل المؤشرات إن كانت اقتصادية أو إن كانت أيضا متعلقة بانتشار فيروس كورونا تظهر بأنه من المبكر جدا أن ندخل مرحلة التفاؤل في الأسواق المالية العالمية. فتأثيرات فيروس كورونا التي شهدناها على الاقتصاد الصيني بحسب آخر البيانات التي صدرت أشارت إلى تدهور كبير في نمو الاقتصاد الصيني، بل أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي ككل، وإن أشرنا إلى الاقتصاد الأمريكي، أصبحت التوقعات تشير لاحتمالية انكماش قد يصل مقداره إلى 5% خلال الربع الثاني. وأيضا صدرت أيضا بعض التقارير حول اقتصاد ألمانيا وأشارت لاحتمال تدهور كبير في الاقتصاد وركود على مدى هذه السنة. لذلك من المبكر أن نشير إلى أن الموجات الصاعدة الحالية هي بداية النزيف في أسواق الأسهم حول العالم، كنا نتحدث عن الأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية. فما نراه حاليا هو محاولة من بعض المضاربين في أن يقوموا بعمليات شراء سريعة، لكن نلاحظ بأن الثقة في الأسواق المالية منخفضة جدا، وعند أي أنباء سلبية تعاود المؤشرات، هنا أتكلم عن مؤشرات الأسهم، للانخفاض مرة أخرى وبشكل قوي. لذلك الاتجاهات الهابطة من المحتمل أن تستمر لحين إثبات توقف انتشار فيروس كورونا، والذي لا يبدو بالفعل حتى هذه اللحظة أنه قريب في الأفق. طيب، شاهدنا ردة الفعل على الذهب كانت مفاجئة للكثيرين، يعني كانت متوقعة أن يستمر الذهب بما أنه لم يتفاعل منذ البداية، ولكن يعني تراجع الذهب بهذه الطريقة ما الذي يعكسه؟ بالنسبة لتراجع الذهب هو عبارة عن دلالة وإثبات عن مدى القلق الذي يحوم في الأسواق المالية. فأغلب المتداولون والمحافظ الاستثمارية حاليا يفضلون النقد والكاش في تصفية الأصول بدلا عن الاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن. فأرى من حولي العديد من المحافظ الاستثمارية حتى الصناديق المتداول حول العالم تقوم بتكيش أو تحويل الاستثمارات حتى إن كانت في الذهب على شكل كاش. ولو عدنا بالتاريخ أيضا إلى سنة 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية لشهدنا نفس الحركة أيضا في أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب آنذاك انخفاض قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى. وما نشهد حاليا هو التصفية لكامل الأصول، وحتى أن الذهب حاليا يعتبر كملاذ آمن، لكن نلاحظ أنه يشهد تصفية على شكل نقد لحين بروز بعض الإثباتات التي قد تشير إلى احتمالية ارتفاع متواصل بأسعار الذهب. فالمتداولون حاليا في قلق كبير تجاه احتمالية التذبذب الكبير في الأسعار. بدأنا أيضا بالنسبة للنفط نسمع سيد سركيس أن هناك من يقول أن النفط يعني سيشهد تراجع كبير في الطلب، والبعض قدر ذلك بما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا، رقم مبالغ فيه، ولكن يعني هو وارد أيضا. برأيك النفط في هذه الحالة يعني هل يدخل في نطاق العشرينات ويستمر في هذا النطاق؟ شاهدناها عدة مرات يدخل بالفعل في نطاق العشرينات، أتحدث عن النفط الأمريكي الخفيف. فالاتجاهات الهابطة على أسعار النفط من المحتمل استمرارها، وحتى لو كانت التوقعات بعض الشيء مبالغ فيها والتي تشير لاحتمال ارتفاع الفائض، لكن هنالك توقعات بالفعل تشير إلى احتمالية فائض بالمعروض ما بين 6 إلى 10 مليون برميل كما تفضلت. وهذا كله يرافق أيضا الصراع حول الحصص السوقية ورفع الإنتاج من عديد من الدول، حيث أن المملكة العربية السعودية من المحتمل أن ترفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا كمتوسط مع بداية الشهر المقبل. وهذا كله يدل إلى أن الفائض ربما بالفعل يستمر بالتأثير على الأسعار ليدفعها للانخفاض، خصوصا مع استمرار تفشي فيروس كورونا خارج الصين، والتأثيرات التي شاهدناها بالصين اقتصاديا ربما ستبدأ بالظهور على الاقتصاد العالمي ككل والدول العظمى في خلال الأشهر القليلة المقبلة. أشكرك على تحليلاتك سيد سركيس تشوبريان المحلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا لك، كنت معي من عمان.